مرحبا حبايبي، ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. الصحة والسلامة للجميع. مثل ما وعدتكم فيديو جديد وفيديو حلو ان شاء الله راح يعجبكم هذا الفيديو. بس حاولت اشوفكم شغلة حلوة اشتريت من جديد، السعر $700 والله تليفوني، بس مع ذلك حلوين. وانا يعجبني الشيء كل ما يكون اكبر كل ما حلو، بس من اهم شيء ما يكون عنده صوت. اني كل شيء ولا ازعاج، لانه قاعد بمكان صراحه ما احب يكون اكو ازعاج، وما احب احد يقول لي ها عندك صوت او عندك شيء. ماشي، ومع ذلك اشتريت فد نوعيه حلوه كلش، تركتهم تقريبا اسبوع زمان بلا اكل بس مي، وبعدين وكلتهم بداية شوي شوي تعلموا حد ما صاروا النوع الأليف، لأن خاصة الطيور كل ما تكون أليفة كل ما تعودها عليك بالإنتاج تكون كلش مرتاحة. تعرفون ليش؟ لأنه ما عاد تخاف، بحيث من تفتح الباب تفوت وتشوف الطيور أو تشوفهم ما تخاف منك، بحيث تاخذ راحتها بالمرة تكون مرتاحة. هذا السبب تفيدك بالإنتاج أكثر. راح شوفكم شيء حلو اللي اشتريتهم وجبتهم وعودتهم أسبوع زمان بلا أخفف عليهم الأكل، أو مرات أسوي حصار من الأكل ما أعطيهم أكل كفاية حد ما يجوعون، أعود أعطيهم أكل بداية أو أطعمهم بداية وشوف النتيجة وين صارت. هذا هو يسمونه الكوريز، شفتوا شلون اجاها ثاني؟ مع انه هاي هم اليفة، بس هذا الذكر وهاي الانثى، مع انه عندها شهادة مع دي ان اي حتى تعرف الانثى من الذكر. سويت لها فحص دي ان اي وطلعت النتيجة. مثل ما ملاحظين حبايبي، نحن الطيور قد ما تكون مرتاحة أكثر، بحيث نسوي شغلات تخليها ترتاح أكثر. أخ يا الله، العبر للشكل طبعا. أوكي، أنا هم هنا هذا عند الطير البايسي، هذا كلش أليف مثل ما شايفينه. شوفوا شلون لانه مستغربين واحد من الثاني، ابد ما خليتهم وياه سوا، لانه ما تعرف هذا عبطه قاتله، فيمكن اذا اتركتهم ويا الوقت وقفص كبير يمكن يتعودون اكثر. شايفين ملاحظين هذا الذكر، هذا نفس الحاله فتره تركته لحد ما تعلم. هسه راح اشوف لكم النتيجة وين. حبايبي الطيور حلوة، أكثر شيء
لما انا يعجبني يكون عندي اكثر من النوع، بعد عندي اكثر يعني، لا تفكرون عندي بس هذا او عندي نانا او عندي بعد هنا وعندي بعد هنا وعندي بعد جوا وعندي بعد قفص تقريبا بي 10 او اكثر. لما انتم ملاحظين شوفوا الاقفاص، وهذا القفص بي الزوج. تقريبا الأقفاص عندي بالبيت 1 2 3 4 5 6 7، 7 أقفاص، كل قفص بأشكال غريبة، كل قفص بشغلات أكثر نوعية حلوة ماشي، وكلهم تحت الإنتاج. هسه حاليا عندهم فراش وعندهم أحجام كبيرة. هسه أشوفكم أفراخ اللي عندي اللي جبتهم كلش حلوات، اللي طلعوا الإنتاج 3 اللي هم الطيور الباجسي العادية، مع أنه ما حبيت العادية راح أعرضهم للبيع. فدائما دائما خليك وفي ويا الطيور، وخليهم دائما يكونون أليفات إيش قد ما تقدر. ليش؟ لأنه هن بحاجة لك نفس الوقت، إذا كن أنت وياهم كل زين وتداريهم وتعطيهم أكل باستمرار ومثل ما ملاحظين شوف شلون الأليفات صاروا. بعد عندهم شوية إنه شلون من بالعضة، عضة قوية، لأن بعدهم هم متعودين هواية. بس نفس الوقت انت اهتمامك لهم، واذا تحاول انه تجني للطير او تربيه بحيث يكون اليف دائما، قلل من الاكل وبس انطي مي، وبعدين حاول انه تحط اكل بايدك وتقرب عليه تنطي له اكل حتى ما يتعلم عليك ماشي. انا حتى خايف من العظم. لا لا كشو له العظة. يلا يلا اسعى اسعى. يلا 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 انزل انزل. يلا خليك حبار. انا علي ايش راح نسوي؟ راح نعيشهم اللحظات. يلا روح. سو حبايبي خليكم وياي، راح اجيب لكم الافراخ العاديه وشوفوا شلون حلوين ماشي حبايبي. تمام لاحظين حبايب قلبي هذول الانتاج اللي طلع لي انا، هذا كلش عجبني. يا طول بالك طول بالك، هذا جاي يتعارك جاي. نو نو خليك حباب خليك حباب. لا يا الله هاي الطيور الألوان كلش حلوة. الذكر نفس هذا اللون، هذا الوحيد اللي طلع على أبوه ماشي. الأنثاية لونها غريب عجيب، الأنثاية لونها تقريبا أسود على سمائي ماشي، وهذا الإنتاج اللي طلع عليه.
هذول الافراخ اللي طلعوا لي حاليا مثل ما شايفين. ملاحظين حبايبي شلون حلوين؟ ان شاء الله يكون عجبكم النوع والالوان. هاي تقريبا حبيتها كلش، راح اتركها هاي لان لونها كلش غريب حلو ماشي. يلا حبايبي ماشي حبايبي، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. حبيت اتشارك وياكم بشويه شغلات حلوه، كل ما يكون عندي شيء حلو حاب اشاركه وياكم اكثر تزيد عندي الفرحه. ومعنى ذلك انه ما ناسيكم، قلت لكم كل شيء فيديو جديد وحلو راح اشاركه وياكم ان شاء الله. وتحياتي لكم، وان شاء الله اكون افيدكم بشغلات احنا. واللي عنده سؤال يسالني اي سؤال حتى احاول اوصل له الفكره او احاول اساعده بقدر الامكان. ماشي حبايبي، تحياتي لكم. لا تنسون الاشتراك بالقناه تدعموني، لانه صراحه دا اشوف الدعم قليل، بس مع ذلك اريدكم تسوون شير للفيديوهات الموجوده وتدعموني اكثر. وتحياتي لكم.